Hvordan får du det til? Du var så positiv hele tiden. Fikser dette. بيبدأ الفيلم بصوت راوي الفيلم وبيقول لنا إن في مكان جميل في وسط العالم اسمه موريا موريا، وكان مليان بالثروات الطبيعية، وكان موجود في وسط المكان قصر اسمه القصر الذهبي، والمكان ساحر كأنه جنة، وموجود تحته نهر جليدي سحري، وكل قطرة مية بتنزل من التلج بتتجمع تحت القصر الذهبي، والمية اللي اتجمعت ممكن تشفي أي مرض. ولما عرف الناس قدرة المية دي سموها ماء الحياة، وحاول الناس يوصلوا تحت القصر علشان ياخدوا من مية الحياة، لكن كل اللي كان بيروح ما كانش بيرجع حي، لأن على عرش القصر كان بيحكم ملك جشع بمساعدة الشياطين الأشرار، وبيحرسوا مية الحياة، ومعتقدين إن محدش من البشر يستحق مية الحياة. وبيتغير المشهد عند مجموعة من العمال، وكل الإخوة شغالين في قطع الأشجار في مكان في الغابة، وواحد منهم بيقطع شجرة في الاتجاه الغلط، وبتقع قريب من رئيس العمال، وبيغضب من الطفل اللي قطع الشجرة، لكن إسبن بيدافع عن الطفل اللي قطع الشجرة. وبيغضب رئيس العمال اكتر وبيطرد اسبن من الشغل، وبيغضب اخو اسبن وقال له ان ده خطأ صغير ما يستحقش كل ده، علشان كده رئيس العمال بيطردهم هما التلاتة. ولما عرف والد اسبن زعل شوية، وفي نفس الوقت جت عربية الاميرة وفيها رسول معاه رسالة من الاميرة، وبيدعوهم كلهم لحضور حفلة عيد ميلاد الاميرة التسعتاشر، والاخوة التلاتة بيستعدوا وراحوا للحفلة اللي كان موجود فيها كتير من الناس الاغنياء والعائلات المرموقة، والموسيقى في الحفلة بتتعزف في كل مكان، واخوات اسبن بيدوروا على الاكل، وواحدة قربت من واحد منهم وطلبت ترقص معاه، لكنه تجاهلها بسبب الاكل، والتاني الناس افتكروه من عمال البوفيه بسبب لبسه، وفعلا اشتغل في البوفيه وخد اوامر يقدم المشروب للملك والملكة، واسبن معاه هدية للاميرة لكنه معرفش يقدمها، لان الملك والملكة بدأ خطابهم للضيوف، لكن فجأة بيقع الملك والملكة على الارض مغمى عليهم بسبب المشروب اللي قدمه لهم بولس اخو اسبن. وصرخت الأميرة بصوت عالي، لكن بعد ما اتكلمت مع مستشار الملك أمرت باعتقال بولس فورا، وإسبن حاول يدافع عن أخوه لكن بدون فايدة، والأطباء قالوا للأميرة إن في شخص سمم الملك والملكة وهيفضلوا في غيبوبة مش هيفوقوا منها أبدا. وبعد فترة دخل إسبن للأميرة وقال لها إنها لازم تروح للقصر الذهبي علشان تجيب مية الحياة من هناك وتنقذ الملك والملكة، واقتنعت الأميرة لأن ده الأمل الوحيد لإنقاذ الملك والملكة، وفعلا بدأوا الرحلة للقصر الذهبي. وبيتغير المشهد وبنشوف نفس الجرسون اللي أمر بولس بتقديم المشروب، وبيقول لوحدة إن الملك والملكة خلاص ماتوا، وناجت الأميرة وفي طريقها لإحضار مية الحياة من القصر الذهبي، واتضح إن دي عصابة بتحاول تستولي على الحكم وتخلصوا من الجرسون، وقررت العصابة إنها تراقب الأميرة في رحلتها للقصر. والناحية التانية بيظهر إسبن والأميرة وهم تايهين ومش عارفين الطريق للقصر، وقابلهم سنجاب وأخدهم لبيت العجوزة أم منقار وسألها عن طريق القصر الذهبي، والعجوزة قالت له ان في شخص واحد بس اللي راح عند القصر وقدر يرجع حي، والشخص ده عايش في كهف في الجبل البعيد وهو اللي عارف الطريق، وقالت له ان قبل الكهف هيقابله مخلوق وهيحاول يضلله، وادت لإسبن حذاء طائر علشان يساعده، ووصل إسبن والأميرة رحلتهم للكهف. وبنرجع لأخو إسبن الأوسط في قصر الملك وعاوز يحرر أخوه من السجن، ونفس البنت بتحاول تقرب منه وبتقدم له التورتة. وبنرجع لإسبن والأميرة وهم ماشيين في الغابة وقرروا يستريحوا في مكان بالليل، لكن المكان فيه أصوات مزعجة وإسبن قفل ودانه علشان يعرف ينام، وفعلا دخل في النوم كأنه ميت، لكن الأميرة في شيء بيسحبها من جنب إسبن، وقام إسبن من النوم لقى الأميرة ماشية وهي نايمة وبيجذبها صوت غريب مسحور، ولأن إسبن قافل ودانه الصوت مش بيأثر عليه. ووصل إسبن والأميرة عند كهف واكتشف إن الصوت عبارة عن لحن غريب بيعزفه مخلوق غامض على الكمان السحري. ولما وقف عن العزف رجعت الأميرة للوعي، لكن لما رجع يعزف بدأ تأثيره مرة تانية، وتحدى إسبن إنه بيعزف أحسن منه، والمخلوق قال له لو فزت هسيبكم تكملوا الطريق، لكن لو فشلت هاخد روحك، وبدأ إسبن يعزف بعنف وهزم المخلوق وخلاه يغمى عليه بسبب العزف العنيف. بعدها بيوصلوا للناحية التانية من الكهف وقابلوا راجل عجوز وسألوه هل أنت الشخص اللي راح القصر الذهبي؟ قال لهم لأ جدي. ودخلوا بيت لقوا شخص جوه البيت وسألوه انت الشخص اللي دخل القصر الذهبي؟ قال لهم لا جد الاكبر. واخيرا وصلوا للجد الاكبر وسألوه عن القصر الذهبي.
فورا مورامي سوريا موريا. قال لهم ده كان من زمان جدا من حوالي 100 سنة، وقال لهم انه شرب مية الحياة لكنه نسي الطريق بسبب تقدمه في السن، واداهم ازازة ملح وكتاب فيه خريطة توصلهم للقصر كان كاتبه من سنوات. وبدأ إزبن يقرأ في الكتاب، بس لما بيخرجوا من هناك بيقابلوا العصابة وبيقبضوا عليهم وبياخدوهم أسرة. ورئيسة العصابة قالت للأميرة وإزبن إن هي اللي قتلت الملك والملكة وهتحكم هي المملكة بأكملها، واللي ساعدها مستشار الملك. بعدها الأميرة أخذت سكينة من على الطاولة في السر وحررت إزبن من الحبل، ورئيسة العصابة أمرت بقتلهم. لكن إزبن والأميرة حاولوا يهربوا من هناك لكن العصابة حوطوهم. في اللحظة دي الأميرة بدأت تعزف على الكمان السحري وسحرت العصابة وقدروا يهربوا من هناك. وفي قصر الملك بيحاول الأخ الأوسط يحرر أخوه من السجن لكن بيتقبض عليهم، ومستشار الملك حبسهم هما الاتنين وحكم عليهم بالإعدام. وبنرجع لإزبن والأميرة ووصلوا الشاطئ، وقاعد هناك صياد عجوز قاعد على قارب، وادته الأميرة عملة ذهب واشترت منه القارب، وادهم سلاح من الفولاذ، وأخذت القارب هي وإزبن وكملوا طريقهم من خلال النهر. وبيوصلوا لمكان كله ضباب، وهم في وسط النهر هاجمهم وحش مخيف من المية، لكن إزبن دخل معاه في معركة وأغمى عليه. وبيفوق إزبن يلاقي نفسه على جزيرة لوحده ومش لاقي الأميرة ولا القارب، وقعد يصرخ عليها ومش بيلاقيها، وبكده انفصلوا عن بعض. بعدها دور إزبن على القصر الذهبي لوحده، ووصل للقصر ودخلوا جوه القصر ولقى هيكل عظمي قاعد على كرسي، وهو ده ملك القصر، ولقى حاجة خضراء عاملة زي الكورة وأخدها معاه. بعدها بيلاقي مدخل لأسفل القصر وبينزل يلاقي غاز ودخان سام، وقدر يخرج منه بعد ما شرب الملح اللي ادهوله الراجل العجوز. ودخل غرفة ماء الحياة، وبيتفاجئ إزبن بالعصابة وراه ومعهم الأميرة اللي قبضوا عليها وأسروها. ورئيسة العصابة الجشعة بتشرب بسرعة من ماء الحياة وبتحس بالقوة والحماس وسعيدة لأن العملاق صاحب الرؤوس الثلاثة صحي، والمفروض أنه خادم للشخص اللي يقدر يشرب من مية الحياة، بس المشكلة أنه أعمى لأن الملك حاكم القصر أخذ عينيه. وفجأة العملاق ضرب رئيسة العصابة بقوة ورماها بعيد عند الغاز وماتت، وباقي العصابة منهم اللي هرب ومنهم اللي استخبى في صندوق وقفل على نفسه. واقترحت الأميرة على العملاق أنه يشرب من ماء الحياة، لكن العملاق قال لها أن عينه مش موجودة. فهم إزبن أن الكرة اللي معاها هي عين العملاق، وحط عليها قطرات من ماء الحياة وادها للعملاق، وفي المقابل سمح لهم ياخدوا كمية من مية الحياة. ورجع إزبن والأميرة للقصر بسرعة بمساعدة الأحذية السحرية علشان يعالجوا الملك والملكة. وبيتغير المشهد واخوات إزبن خلاص هيتنفذ فيهم حكم الإعدام، لكن بيوصل الملك والملكة بعد ما أخدوا مية الحياة من إزبن والأميرة، وأنقذ إخوات إزبن في آخر لحظة وأمر باعتقال المستشار الخاين. وإزبن بيدي هدية عيد الميلاد للأميرة وهي عبارة عن عقد والدته، علشان كده الأميرة فهمت إن إزبن بيحبها ووافق الملك على زواجهم. وفي القصر الذهبي العملاق بيشوف باقي العصابة وبياكلهم. ودي نهاية الفيلم. لو عجبك الملخص دوس لايك واشترك في القناة، وشكرا للمشاهدة.